بهذه الخطة المنتظمة والثابتة وعلى وقع أنقام الفرقة النحاسية يسير هؤلاء الجنود في هذا الاستعراض العسكري والذي أقيم احتفاء بتخرجهم كضباط بقوات المنطقة العسكرية الثانية. أكثر من 8 أشهر قضاها هؤلاء الضباط الخريجين في الدراسة والتدرب على مختلف أنواع المجالات الأمنية والتكتيكات العسكرية وبأيدي خبراء عسكريين من الكليات والمعاهد العسكرية في البلاد. أن دورة الضباط الثانية قد تم اختيار أفرادها بعناية واجتيازهم اختبار القبول. تخرج هذه الدفعة الثانية والذي تم بحضور قيادات بارزة في وزارة الدفاع يأتي بعد اجتياز أفرادها وبنجاح كبير للمهام العسكرية والقتالية التي أوكلت إليهم. الذي سطرتموه بأحرف من نور على جدار التاريخ السياسي والعسكري في الإطاحة بأعتى تنظيم إرهابي عرفه التاريخ، وقد توج هذا النصر بمعركة الفيصل بوادي المسيني لمن تبقى من هؤلاء. محافظ حضرموت وقائد منطقتها العسكرية الثانية والذي وصف تخرج الدفعة بالإضافة النوعية لبقية التشكيلات والوحدات العسكرية أكد مجددا استمرار مساعي الحكومة الشرعية في البلاد والتحالف العربي لاستكمال بناء المنطقة الثانية عقب الانهيار الذي تعرضت له إبان سيطرة مسلحي القاعدة على المكلا في العام 2015. ولم يقتصر حفل التخرج على الاستعراض وتكريم المبرزين والقيادات العسكرية وغيرها من المراسيم، فقد كان لافتا مشاركة أهالي الضباط الخريجين فرحة أبنائهم بالانخراط في خدمة الوطن وحماية مقدراته. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.